فيكم في قناة فرح وحمزة. اليوم تحدينا حيكون أول تحدي لنا وهو تحدي التذوق. فكرة التحدي إنه حنجيب هاي حنربطها على عيوننا هيك. أنا مجهزة أكلات لحمزة هو أبداً ما بيعرفها وهو مجهزة أكلات أنا ما بعرفها. فكل واحد حيدوق الثاني مرة أنا مرة هو. وعنا هاي حالات الطوارئ. عنا 3 محاولات إذا ما عرفتيها. اللي دور حيفتح عيونه حيشوف شو هي الأكل. حد ما لنا دخل. يلا نبلش. حالات طوارئ. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. أول واحدة. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. ثاني واحدة. حجرة ورقة مقص. يلا بدأت هو حقيقي بلش أول. يومي لبن. برافو. لبن صح. نقطة لسه أنا ما لقيت. النتيجة 1-1. خلينا نشوف التحدي اللي بعده. هلأ أنا لازم ذوقه. هلأ تعرف شو بدك تحاول تذوقه بلسانك لأنه ما حد تبلعه قبل. مو طيبة صح؟ خل؟ لا روح ضايل لك محاولة واحدة. ما بعرف. جبت عيونك. لا ما راح حلو كار حتى تاكلي. وين لسانك؟ معلقة. مرة ثانية. خيار؟ لا. طيب ما يصير لك اخر وحدة. جزرة. لا افتحي. التحدي الأخير لحمزة. خليني بطلع عيونه. طيب
لإلي. لحد الآن النتيجة 1-1. هذا الشيء اللي عم بعمل فيه 1-1. حمدا ولا فرح؟ فرح. هذا الشيء بتقدري تحطيه وبتقدري تدوقي بلسانك. اوكي. أي حلو بدك؟ عض. تفضلي. جزر. صح. سهلة. فضلك اليوم. ميرسي. شكرا حمزة على الجزيرة، كتير كانت طيبة. بما انه انا اللي فزت وحمزة اللي خسران، بدنا اياكم انتو اللي تقرروا عقاب لحمزة مشان يعمله. وهلا حنحكي انا شو عطيت الاكلات لفرح. عطيتها جزر ومخلل وطحين، وانا عطيت حمزة سماء سمسم ولبن. طبعاً إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، تكتبون رأيكم بالكومنت.